تظاهرات وقطع طرق سانت ليغو يعيد الاحتجاجات إلى الشارع، والفتلاوي تطالب بقانون جديد للانتخابات. مع استمرار اجتماعات بغداد وأربيل، السنة المالية تدخل شهرها الثالث والغموض يكتنف موعد إرسال الموازنة. السيد رئيس الوزراء إلى شركة أجنبية مختصة بتدقيق هذه الملفات. السودان يوكل ملف سرقة القرن لشركة أجنبية، وانتقادات لاذعة تلاحق الكاظمي وفريقه الحكومي. الجفاف يبتلع دجلة والفرات، نزوح جماعي لسكان قرى عدد من المحافظات، ومطالبات بتدويل قضية المياه. أهلا بكم، والبداية سياسيا، إذ ما يزال مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية يثير الجدل داخل أروقة البرلمان. إذ أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيمرر بالأغلبية رغم الاعتراضات عليه. وقال عنوز إن ائتلاف إدارة الدولة مصر على إنهاء التعديل على القانون كما يحاول دمجه مع قانون الانتخابات النيابية. وأضاف عنوز أن الضغط الشعبي على القوى السياسية في المدة المقبلة يمكن أن يسهم بتعديل القوانين. في غضون ذلك، شهدت العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى مساء يوم أمس تظاهرات رافضة لاعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات. وأفاد مراسل الرابعة أن تظاهرات احتجاجية خرجت في 5 محافظات هي بغداد والنجف وواسط وذي قار وبابل، احتجاجا على اعتماد نظام سانت ليغو في قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيرين إلى أن المحتجين أقدموا على حرق الإطارات وقطع بعض الطرق. رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي طالبت بكتابة قانون جديد للانتخابات يشمل جميع التعديلات المراد كتابتها من قبل البرلمان. الفتلاوي خلال مداخلة في جلسة مجلس النواب أشارت إلى غياب آلية احتساب المقاعد في تعديلات قانون الانتخابات، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد نظام سانت ليغو او الدوائر المتعدده. القانون يعني ما ادري شنو الحكمه ان ناتي بقانون مرقع، يعني القانون ترقيع. نعدل قانونيا بنصوص جديده ويظل الاول والثاني وبعدين المفوضيه ما تدري شو تطبق هذا النص لو هذا، ليش ما نجيب قانون جديد؟ نفس النصوص اللي نريد نبقيها ننزلها بالقانون الجديد. واللي عدلناهم ينزلون ويصير قانون متكامل ونلغي القانونين القديمة ويكون قانون واحد المفوضية تعرف شو تطبق به. الآن حقيقة احنا دخنا تلغى هاي تضاف هاي، ما تعرف يا مادة راحت يا مادة اجت، هاي وحدة. آلية توزيع المقاعد ما مذكورة، احنا شو نناقش اذا ماكو آلية توزيع المقاعد؟ غير يذكرونا سانت ليغو قد القاسم 1.4 1.9 1.7 حتى نناقش، لان هي ما موجودة فشو نناقش. القضية الثانية صفحة 2 لمجلس الوزراء، تأجيل الانتخابات في محافظة أو أكثر، المفروض لظروف قاهرة ما تترك هيك كيفية، يعني عجبهم يأجلون في محافظة أكو خلاف سياسي، لازم أكو ظروف قاهرة لا سامح الله فيضان فد شيء يصير، يعني أكو كون تذكر ما تبقى مطلقة. فيما يخص كوتا النساء يقولون بالجدول المرفق، احنا من رحنا اذا رايحين باتجاه سانت ليغو بعد ماكو داعي للجدول المرفق، هي 25% على المحافظه، 25% بالمقاعد، وتترك للمفوضيه هي تحدد بعد، احنا من خلينا جدول راح يصير تعارض ولربما يصير بيه غبن للمراه، احنا نريد نحرص على انه تمثل ب 25% لا يقل عن 25% بكل محافظه. الصفحه 5 انتخابات الخارج سيادة الرئيس، أتمنى الأخوان باللجنة يعقدون اجتماع مع مفوضية الانتخابات، خلي تقدم لنا دراسة جدوى شقد آخر انتخابات نسبة المشاركين فيها شقد كان، وهل تتناسب مع الأموال اللي دا تصرف عليها؟ أول انتخابات صرفنا 50 مليون دولار. نعم.
من جانبه عبر النائب باسم غامش عن رفضه تعديل قانون الانتخابات بصيغته الحالية. غامش في تصريح للرابعة شدد على ضرورة أن الخروج بقانون انتخابات يلبي طموح الناس ويؤسس لمشاركة انتخابية واسعة. الحالية صيغة انسات ليغو الحالية اللي هي 1.9 1.7 مرفوض من قبلنا، وبالتالي لا نصوت على هكذا قانون. نعتقد أنه لابد أن يعطى مساحة واسعة للنقاش، لابد أن يعني تعطي هذه الكتل الكبيرة فرصة للنقاش أكثر، لابد أن نخرج بقانون يلبي طموح الناس، لابد أن نخرج بقانون يؤسس لبناء دولة، لابد أن نخرج بقانون يؤسس لمشاركة انتخابية واسعة، وإلا القانون بهذه الصيغة الحالية أعتقد سيؤدي إلى عزوف الناس عن الانتخاب. من حيث المبدأ رافضين لسانت ليغو؟ من حيث المبدأ رفض لسانت ليغو، لكن سانت ليغو إذا رجعنا إلى الأصل أو إلى 1.3.4 فما عندنا مشكلة. إلى ذلك قال نواب مستقلون إن قانون انتخابات مجالس المحافظات باعتماد صيغة سانت ليغو سيعمل على تهميش وإقصاء كافة القوى السياسية الناشئة والمستقلين أيضا، لافتين إلى أنه سيتم الطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية في حال تم تمريره بشكله الحالي. جمع من النواب المستقلين وعلى خلفية ما رافق طرح قانون الانتخابات المجالس المحافظات الحالي والذي أظهرت فيه الكتل المؤيدة له استعجال غير مبرر وهفوات دستورية وقانونية وإجرائية وفنية جعلت منه قانوناً ذات قياسات مبتورة عن الواقع ضعيفة البنية والصياغة، لم يراعي حجم المعارضة والاحتجاج الذي يواجهه، متناسين كلفة عدم الإصغاء لصوت الشارع العراقي ومطالبهم والالتفاف على استحقاق المواطن. إننا ومن موقع المعارضة المسؤولة ومن منطق واجبنا الدستوري نبدي اعتراضاتنا على الطريقة التي مرر بها هذا القانون، وسنعمل على الطعن بأي مادة غير دستورية أو قانونية، مناشدين القوى الوطنية السياسية والمدنية أن تتكاتف لرفض هذا القانون الذي يحول دون إشراك الفعاليات السياسية والوطنية والأكاديمية في الصياغة النهائية له. تتواصل الخلافات داخل الأروقة السياسية بشأن قانون الانتخابات، فبينما يلوح المعارضون بالنزول إلى الشارع تصر الأغلبية البرلمانية على تغيير هذا القانون. لا رغبة أو موقف تمتلكه الكتل الصغيرة والمستقلون للرجوع إلى نظام سانت ليغو الانتخابي، مهما تعددت تبريرات الأحزاب السياسية الكبيرة المنضوية في تحالف إدارة الدولة، ولا سيما المصرة على تعديل قانون الانتخابات بأقرب جلسات برلمانية. ستكون لنا موقف ووقفة تختلف عن طيلة سنين التظاهر السابقة. في التظاهرات السابقة والاحتجاج السلمي السابق كنا نمانع سانت ليغو والخروقات الانتخابية والبيئة الانتخابية، إلا أن الطبقة السياسية كانت دائما لا تسمعنا أن هذه ديمقراطية الأحزاب تطبق في العراق وليس ديمقراطية الشعب الأكثر وليس ديمقراطية الشعب المستقل. الرافضون لتغيير قانون الانتخابات يرون أن نظام الدوائر المتعددة والقاسم الانتخابي لسانت ليغو لا يخدم الأحزاب الكبيرة فحسب، بل يضع الحركات السياسية الناشئة في خندق آمال الفوز الضعيفة ويقربها كثيرا من نتيجة الخسارة. هذا القانون هو ما يخدم الأحزاب الناشئة المدنية، وهو يخدم فقط كتل الإطار اللي هي بالحقيقة هي كتلة الإطار اللي بالحقيقة هي لا تمثل كل الشعب. بالنسبة للأحزاب التشرينية تعرفون هي أحزاب حديثة، حتى إذا كانت قاعدتنا الشعبية كبيرة لكن هي أحزاب حديثة لا زالت. فأنت من تطلق هذا القانون وبهذه الطريقة اللي هي تميل للكتل الكبيرة، فأكيد راح تكون حظوظ هاي الأحزاب الناشئة أقل. الركون إلى لغة الاحتجاج والتظاهر هي الخطوة التي يلوح بها المعارضون إن بقيت الكتل السياسية الحالية متمسكة بقرار تعديل قانون الانتخابات بالنسخة التي تتعاكس مع وجهات البعض من الأحزاب الصغيرة.
قد يتطور الرفض ويصبح موقفا متصديا من قبل المعارضين والأحزاب الناشئة لعودة نظام سانت ليغو الانتخابي إذا سارت الكتل السياسية الكبيرة بخطى تعديل قانون الانتخابات. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. إذن مشاهدينا، لفتح نافذة أكبر حول هذا الملف وهو ملف تعديل قانون الانتخابات، ينضم إلينا مباشرة من بغداد المحلل السياسي المستقل السيد عمر ناصر. أهلا بك سيد عمر. بداية، لغط كبير كما تعلم أثاره مقترح تعديل قانون الانتخابات، وهذا اللغط طبعا امتد إلى الشارع، وشاهدنا يوم أمس تظاهرات شعواء بعدد من المناطق والمحافظات. برأيك هل تعديل القانون يستحق كل ذلك والنزول إلى الشارع؟ وهناك من يعتمد على أن الشارع يشكل معادلة لربما تفرض متغيرات جديدة في الواقع السياسي. شكرا جزيلا لجنابكم الكريم. أكيد من يرى موضوع سانت ليغو بصورة أدق سيفهم بأن هذا القانون هو يخدم الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة. طيب، لنرجع بفلاش باك إلى الوراء قليلا ولنبحث مع السيد جوجل ولنرى ماذا يعني قانون سانت ليغو. هذا القانون تم يعني الذهاب إليه في عام 1910 وذهبت إليه يعني الدول السويد والنرويج ونيوزلندا والبوسنة والهرسك، ومن ثم بدأ بتطبيقه العراق في الوقت الحالي. هذا القانون يذهب بصورة مباشرة إلى أن يقلل العيوب الناتجة ما بين عدم التماثل الموجود بعدد الأصوات التي تدخل بصناديق الاقتراع وعدد المقاعد الناتجة من ذلك هذه العملية. وهذه بطبيعة الحال عملية تخدم الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة. أنا لا أعرف بصراحة لماذا لا تنزل الكتل السياسية إلى مطالب الشارع في الوقت الحالي، ولماذا هي مصرة على إعادة نفس هذا السيناريو ولنفس هذا القانون، ولا يكون هنالك أي دخول إلى توأمة وموائمة جيدة أو غير جيدة مباشرة أو غير مباشرة ما بين سانت ليغو وما بين الدوائر المتعددة. وهذا التعديل أو القانون المعدل أو سانت ليغو المعدل أعتقد بأنه هو تعديل للقواسم، وهذه القواسم هي اليوم ما بين 1 على 3 و1 على 4 و1 طيب على 5 و1 على 7 و1 على 9. طيب سيد عمر، ما الغاية التي تدفع القوى المتبنية طبعا لمشروع تعديل هذا القانون إلى الإصرار على التعديل رغم الاعتراضات والمعارضات عليه؟ يعني في حقيقة الحال هذه هي مرحلة المكتسبات. السياسة هي فن الممكن، والجميع يطمح إلى أن تكون لديه منجزات ومكتسبات يحققها على أرض الواقع، ولكن في ظل النظام المحاصصاتي أعتقد بأننا سنكون بخطر كبير فيما لو لم يكن هنالك دخول لجميع القوى السياسية، وأخص بالذكر التيار الصدري إلى داخل العملية السياسية مرة ثانية. نحن بحاجة اليوم إلى ترميم البيت العراقي، وأن يكون هنالك حوارات حقيقية دون إقصاء أو تهميش لأي كتلة من الكتل السياسية أو لأي مكون أو لأي حزب أو لأي تيار أو لأي حركة أو لأي أي متبنى من المتبنيات السياسية. طيب، للأسف شديد أقول نحن ما زلنا ندور بحلقة مفرغة، ولم يكترث السياسيين من أن المحاصصة الطائفية هي من أودت إلى هذا الفشل والفساد الذي ضرب عمق الواقع العراقي للأسف. طيب سيد عمر، هذا الإصرار يعني برأيك ألا يمثل عملية استفزاز لأطراف أخرى؟ سبق وإن أبدت هذه الأطراف اعتراضها على اعتماد سانت ليغو، وأهم هذه الأطراف طبعا كما تعلم التيار الصدري وبعض قوى تشرين. يعني بلا شك نحن لن نقول فقط التيار الصدري وقوة تشرين، لنذهب إلى الأغلبية الصامتة التي هي عازفت عن الذهاب لصناديق الاقتراع، وهذه هي الطبقة المهمة التي لم يكترث إليها السياسيين. أنا أعتقد بأن في المرحلة المقبلة سوف تزداد نسبة هذه الطبقة الصامتة، وسوف ترتفع من 80% إلى 90% ربما، وحتى الجمهور المحتكر الذي تعول عليه القوى السياسية والتي هي سوف يكون لها رصيد في الانتخابات المقبلة ربما سوف تقوم ب ستخسر هذه الطبقة، وربما سوف يكون هنالك امتعاض وسقط جماهيري واسع. نحن بحاجة اليوم إلى أن يكون هنالك شفافية، وأن نذهب إلى إفهام الشارع
بمفهوم سانت ليغو. أنا أتحدى القوى السياسية اليوم بأن يعني تفهم الشارع بماذا يعني قانون سانت ليغو المعدل وغير المعدل. هنالك شيء مبهم. الشارع العراقي ليس لديه فهم كامل لقانون الانتخابات للأسف. هنالك بعض الجهات تحاول أن تبقي العقول هي مجمدة ولا تذهب إلى الوعي الكامل، وربما هذا الشيء سوف يخدم مصالحها الحزبية والسياسية بشكل كبير. طيب سيد عمر، بحسب قراءتك للمشهد، ما هو المطاف، نهاية المطاف في السيناريو الأقرب طبعا إلى المشهد؟ يعني هل سيمضي تعديل القانون وفق سانت ليغو، أم سيكتب قانون جديد، أم سيبقى القانون الحالي على ما هو عليه الآن؟ نحن دائما نستبشر خير في كل أزمة سياسية. نحن دائما نقول بأن الركون إلى لغة العقل والحكمة هي من أهم المتبنيات التي ينبغي الارتكاز عليها في لغة الفقه السياسي، ولكن على ما يبدو بأننا لم نعتبر ولم يعني تكن لدينا أي موعظة من التجارب السابقة والانسداد السياسي الذي مررنا به في المرة الماضية. نحن باعتقادنا سوف نمر بانسداد سياسي خانق هذه المرة إذا تمسكت الكتل السياسية بالعنجهية والذهاب إلى العناد السياسي، وربما سوف لن يكون هنالك انفراج جديد وسوف يؤدي بنهاية المطاف إلى أحمد عقباها. أحسن، لن يكون هنالك أي حلول تلوح بالأفق، ولن يكون هنالك أي صوت ينادي بإعلاء شأن الصوت العراقي على حساب صوت المكونات. نحن بحاجة إلى أن يكون هنالك أصوات جديدة ومعارضة حقيقية تدخل لمجلس النواب بعنوان المعارضة وليس بعنوان المشاركة السياسية. لقد مل الشارع من موضوع المفاهيم السياسية. تارة تأتي الكتل السياسية حكومة الشراكة الوطنية وبإثارة بحكومة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والتوافقية والمحاصصاتية وإلى آخره، ولكن اليوم نحن بحاجة إلى إنجازات نوعية من أجل أن تذهب الكتل السياسية لخدمة المواطن بشكل كامل، وأن لا نذهب إلى التشظي والانهيار الذي ربما سوف يدق ناقص الخطر قريبا بسبب قانون الانتخابات أو غيره. أنا أشكرك الشكر الجزيل السياسي المستقل السيد عمر ناصر، شكرا لك سيد عمر. شكرا جناب. يعتزم مجلس النواب استضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة قضية تدخلات السفيرة الأمريكية بالشؤون الداخلية للبلاد. وذكرت وثائق صادرة عن رئيس كتلة صادقون النيابية النائب حسن سالم أن 52 نائبا وقعوا على طلب استضافة وزير الخارجية لبيان رأي الوزارة بشأن تدخلات رومانسكي في الشأن المحلي. أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أن جميع مشاكل إقليم كردستان تعالج في بغداد من طريق الدستور والحوار أيضا. وأشار طالباني إلى عدم وجود نية لدى حزبه لتقسيم الإقليم، داعيا الأحزاب الكردية إلى ضرورة العمل على إنضاج وبناء الوحدة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من الإقليم. من جهته أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن هناك اجتماعات متواصلة بين المركز والإقليم من أجل إزالة جميع العراقيل أمام تشريع موازنة استثنائية. وقال النائب عن الحزب شريف سليمان
إن حزبه يسعى لتجاوز جميع العقبات التي تحول دون إقرار الموازنة والذهاب نحو الاتفاق مع بغداد، لافتا إلى أن الإقليم وقع على التنسيق المباشر مع المركز عبر وثيقة سياسية من أجل قيام الحكومتين بإنهاء جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وإزالة مجمل العراقيل بين الطرفين. القانونية النيابية من جهتها أبدت امتعاضها الشديد من تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. عضو اللجنة عبد الكريم عبطان قال إن قانون الموازنة يخص جميع شرائح المجتمع لا سيما الطبقات الهشة والفقيرة التي تنتظر الدعم المالي من خلال إقراره، مشيرا إلى أن الحكومة كان عليها أن تلتزم بالسياقات القانونية وتسرع في إرسال القانون إلى البيت التشريعي، مضيفا بأن مناقشتها لن تستغرق وقتا طويلا وسيعمل مجلس النواب على إنجازها بسرعة ممكنة. لا يزال الغموض يكتنف موعد إرسال الموازنة إلى البرلمان، أما أسباب التأخير فتركزت على الخلافات السياسية وصراعها المزمن على الحصص المالية. كثرت التوقعات حول موعد المصادقة على مشروع قانون الموازنة المالية الذي لا زال يراوح مكانه في مجلس الوزراء منذ شهور لإجراء بعض التعديلات وإضافة فقرات جديدة. هنا في مجلس النواب تأتي التأكيدات على أن مسودة الموازنة ستصل خلال شهر آذار الحالي لمناقشتها وإقرارها بشكلها النهائي. على الحكومة الإسراع في أن تبعث الموازنة، وعلى مجلس النواب يقوم بدوره بالتأكيد خلال أيام أو خلال شهر وتبدأ يقر موضوع الموازنة وترسل للحكومة لغرض التنفيذ. خلافات القوى السياسية وصراعها المزمن حول حصصها المالية هي أبرز أسباب تأخير قانون الموازنة، بينما لا تزال معرقلات متعددة تقف في وجه الحكومة وتضعها في حرج أمام تعهداتها للمواطنين، ومنها الخلاف على حصة كردستان. الصراعات السياسية بين الكتل السياسية بسبب حصتهم وعدم حصول على استحقاق مناطقهم، ونحن دخلنا إلى أجواء انتخابات في قانون دعم الطارئ، شعروا بعض الأخوان في الكتل السياسية بأنهم لم يحصلوا على استحقاقات مناطقهم التخصيصات المالية، فأرادوا أن يعوضوا في هذا القانون. الخلافات بين الأقليم والمركز أيضا، هذه الركائز كان هنالك سبب في تأخير الموازنة. وبعد عامين بلا موازنة مالية ولا تخصيصات، يتأمل المواطن العراقي تحقيق متطلباته المعيشية وتوفير فرص عمل من خلال المبالغ الكبيرة التي رصدتها الحكومة في منهاجها الوزاري. ويترقب الشارع العراقي والبرلمان وصول مسودة الموازنة المالية خلال الأيام المقبلة، بينما يحذر مراقبون من تداعيات تأخرها، ومنها عدم قدرة الحكومة تنفيذ برنامجها الوزاري. فقر فاضل، بغداد، الرابعة. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني ووفد البنك الدولي ضرورة التعاون في مجال الإصلاح المصرفي. بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن السوداني بحث مع وفد البنك الدولي أوجه التعاون المختلفة وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار. وأضاف البيان أن اللقاء أكد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدم في معالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي. هذا وكان رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني قد وجه بضرورة تسهيل دخول التجار إلى منصة التحويل الإلكتروني. رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري ذكر أن توجيهات السوداني ركزت على أن تكون هناك لقاءات بين رجال الأعمال والبنك المركزي والضريبة والجمارك لتسهيل دخول التجار لمنصة التحويل الإلكتروني. وأضاف الزهيري أن الاتحاد أقام ملتقا ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية والذي يستمر لثلاثة أيام.
في ملف الفساد، انتقد رئيس حزب الحل جمال الكربولي امتعاض رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من الإجراءات الحكومية ضد فريقه المتهمين بسرقة الأموال الضريبية. الكربولي في تغريدة له على تويتر أشار إلى أن امتعاض الكاظمي من إجراءات هيئة النزاهة للتحقق من تورط مستشاريه ومقربيه بقضايا المال العام يضعه في موقف حرج، مبينا أن ذلك يفتح باب التساؤلات عن احتمالات أكبر باستغلال السلطة لسرقة المال العام. أكد النائب المستقل كاظم الطوقي أن ملف سرقة الأموال الضريبية ضخم ولا يمكن للجهات الرقابية معرفة حجم المبالغ التي سرقت في ذلك الوقت. الطوقي وفي تصريح للرابع عشر إلى أن السوداني أوكل الأمر لشركة أجنبية لمعرفة كل المتورطين وكيف تمت عملية السرقة. هذا الملف الضخم وحتى الجهات الموجودة الرقابية لا يمكن معرفة المبالغ وحجم المبالغ والسرقات أو كيف تكشفها، وأوكلنا الأمر حسب تصريح السيد رئيس الوزراء إلى شركة أجنبية مختصة بتدقيق هذه الملفات لمعرفة من وراء هذه الأمور، من وراء هذه السرقة وكيفية تمت. أعلنت هيئة النزاهة صدور أمري قبض واستقدام بحق مسؤولين في محافظتي المثنى وديالى. بيان للهيئة ذكر أن محكمة جنايات المثنى المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب الأول لمحافظ المثنى على خلفية عدم حضوره موعد محاكمة خاصة بالقضية المقامة من قبل المدير المفوض لإحدى الشركات. وفي سياق آخر أوضحت الهيئة أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بعقوبة قررت استقدام معاون محافظ ديالى سابقا عن تهمة المخالفات في تقرير قيمة الإيجار للقطعة العائدة إلى بلدية بعقوبة خلافا للقانون. هيئة النزاهة أعلنت أيضا صدور أمر باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة الصحة النجف الأشرف لإضراره بالمال العام. دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ذكرت أن محكمة تحقيق النجف استقدمت المدير لقيامه بتوقيع عقود وصرف مبلغ ما يقرب من مليار دينار بشكل مخالف للقانون، فضلا عن عدم اتخاذه الإجراءات القانونية ومفاتحة وزارة الصحة قبل التعاقد. في غضون ذلك قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى القرعاوي إن الحكومة الحالية تسعى إلى التحرك بشكل جدي لكشف ملفات الفساد في المرحلة السابقة وفتحها ومحاسبة جميع الضالعين فيها. عن البرنامج الحكومي للحكومة الحالية جزء أساسي من عنده هو محاربة الفساد، وبالتالي إذا ما نجحت الحكومة في هذا الملف سيكون لها تطور واسع وكبير في تغيير واقع حال البلد، على اعتبار أن اليوم المشكلة الكبرى هي في ملفات الفساد والفاسدين اللي يديرون مؤسسات الدولة اللي أثرت بشكل واضح على أدائهم وبالتالي على مستوى الخدمات والتقدم اللي موجود. لذلك أنا أشوف من الأمور المهمة اللي تنجح بها الحكومة اللي هي موجود موضوع محاربة الفساد والحد من هاي القضية من خلال اتخاذ إجراءات إدارية كأتمتة الأنظمة اللي تدير البلد، وضع الجيدين في إدارة المؤسسات، والكشف عن الملفات السابقة حتى يكون رادع لمن تؤول نفسه ب يعني الفساد وسرقة مال العام.
في الوقت الذي وصلت فيه حمى الجفاف لأغلب أراضي بلاد النهرين، أكد وزير الزراعة عباس العلياوي تشكيل وفود سياسية وفنية للتفاوض مع تركيا وإيران حول تقاسم المياه. وأشار الوزير إلى أن هناك ضرورة للتنسيق بين العراق ودول المنبع لإدارة ملف المياه انطلاقا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم تقاسم المياه بين الدول على أسس من العدالة وحفظ الحقوق، كاشفا عن جهود باتجاه إدارة المياه وترشيد استخدامها والإفادة القصوى منها داخليا. ويلقي ملف الجفاف ظلاله على الشارع بقسوة، حيث كشف تقرير بيئي مشترك لمنظمات دولية وعراقية عن تسجيل ما يقرب ب3000 أسرة نازحة في 8 محافظات في وسط وجنوب العراق. وأظهرت الدراسات الحديثة أن شحة المياه هي أحد الدوافع الرئيسة للهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. التقرير حذر أيضا من احتمال نزوح قرابة 2 مليون شخص من سكان نينوى خلال العقد المقبل جراء الجفاف ونضوب مصادر المياه في تلك المناطق. تتفاقم أزمة الجفاف شيئا فشيئا حتى باتت تهدد كل شيء قابل للحياة. الأمر الذي يهدد مساحات زراعية شاسعة في نينوى كانت تعتمد في السابق على مياه الأمطار. في بلاد الرافدين يدمر الجفاف كل شيء قابل للحياة بعد أن يفاقم أزمته الاقتصادية. ففي الموصل تشتد أزمة شح المياه ضاربة المحاصيل الزراعية، ولا سيما أنها تعتمد هنا بوجه الخصوص على مياه الأمطار. وفي سبيل الخلاص من هذه الأزمة والنهوض بالزراعة في البلاد، شملت قرابة 500 مزارع بالأسمدة والبذور الخضر عالية الجودة نتيجة قلة تساقط الأمطار، وخاصة في السنتين المنصرمتين. فقبل سنة وأكثر من سنة بدأت مديرية زراعة نينوى بوضع خطة استراتيجية من أجل الارتفاع بالواقع الزراعي والنهوض بالواقع الزراعي والابتعاد عن الطرق القديمة. هؤلاء المستفادين أو الشركاء، نسميهم الشركاء، كون عاملين بالتنسيق مع مديرية زراعة نينوى ومع وزارة الزراعة، سوف تعمل على نقلة حقيقية من أجل نشر العلاف الخضراء. وليس جفاف الأراضي وشح المياه ما يقلق أراضي نينوى فحسب، بل أن المواشي مهددة أكثر، كون مصيرها مرتبطا بالزرع، وهذا ما دعا معنيين لزيادة المساحات الخضر وفق خطط مدروسة. أول مرة أن يكون هناك بدائل أساسية لموضوع الأعلاف التي يعني الذي يعتبر من أهم المعوقات لجهة كلفة الإنتاج والتوفر على مستوى الأسواق والاستيراد من الخارج، وهذا ما يثبت. وممكن تسألوا المنتجين، أنا عندي تقريبا 5 دوانم يعني كلها صارت خضراء، يعني مو بس شهر وشهرين، متتالية. أكثر من 6 ملايين دونم صالحة للزراعة في نينوى، ولكن قلة الدعم الحكومي وعدم استخدام الطرق الحديثة في السقي والاعتماد على الأمطار وأزمة المياه عوامل كثيرة تهدد النشاط الزراعي. مشاريع كثيرة من قبل المنظمات والمعنيين من أجل النهوض بالواقع الزراعي، وكذلك لدعم واستقرار النازحين من المكونات. لقناة الرابعة، محمد الشبكي، الموصل. التراجع الكبير في مناسيب المياه بنهر الفرات وتحديدا عند نقطة مروره بالناصرية تسبب بزيادة ملوحة الأراضي الزراعية وتلف أجزاء كبيرة من المحاصيل، ما عاد بالضرر على المزارعين هناك. ها هو نهر الفرات يستغيث من جديد بعد أن استبشر المزارعون من كمية الأمطار الأخيرة استيقظ لها على مشاهد جفاف جديدة صدمت الجميع هنا في ذي قار. سجلت مناسيب المياه في نهر الفرات تراجعا كبيرا، لا سيما في نقطة مروره بالناصرية
التي تعاني أساسا من الجفاف. نحن كحكومة أهلية لا توجد بأيدينا سوى بعض الحلول، وهي حلول ليست طويلة الأمد، ولكن بالمستطاع. مثل أمس بالأمس أطلقنا حملة رفع التجاوزات عن حوضي دجلة والفرات لغرض السيطرة على الكميات الموجودة والحفاظ عليها لغرض استخدام البشر بالمرتبة الأولى، ومن ثم استخدام الحيوان والزراعي. انخفاض المياه في نهر الفرات تسبب في زيادة ملوحة الأراضي الزراعية وتلف أجزاء كبيرة من المحاصيل الرئيسية، وهو ما انعكس سلبا على القطاع الزراعي الذي يوظف أكثر من 20% من الأيادي العاملة. للأسف الشديد أن موضوع الجفاف بدأ يتفاقم بشكل كبير، خصوصا احنا بدايات فصل الصيف شهد نهر الفرات جفاف كلش كبير الى مستويات لم يشهدوا الاهالي بهذا المستوى من الانخفاض، حتى بان انه القاع النهر مثل ما يعبرون عنه، وبالتالي راح تتضرر هواي شرائح سواء على مستوى الزراعيين او اضافه للصيادين وغيرها من الامور. جفاف نهر الفرات ينذر بكارثه بيئيه وتصحر سيصيب مدينة الناصرية بعد أن وصل الجفاف إلى مناطق الأهوار وهجرة الكثير من الأهالي إلى مناطق المدن. وصل الآن الجفاف إلى مركز مدينة الناصرية وبالتحديد نهر الفرات وسط مدينة الناصرية، وهذا ينذر بكارثة بيئية قد تصيب المحافظة. من جهتها كشفت وزارة الموارد المائية أن المخزون المائي وصل إلى مراحل حرجة جداً، ما يستدعي شروع مفاوضات دبلوماسية لزيادة حصة العراق المائية. ويؤكد سكان محافظة ذقار إنه بات لزما على الحكومة عقد اتفاقيات تخص تقاسم المياه بشكل عادل مع دول المنبع، أملا في تدارك كارثة بيئية مقبلة تهدد جميع مظاهر الحياة في البلاد. من ذقار نور صادق، الرابعة. تحديات جمة تواجهها بلاد النهرين بسبب سياسات جارتيها تركيا وإيران فيما يتعلق بحصة البلاد المائية، في وقت تتواصل الجهود الحكومية والمدنية لوضع حلول ناجعة لهذا الملف. النجف الأشرف كانت مضيافا لورشة هي الأولى من نوعها لتجمع الجانب الإيراني بالعراقي إضافة إلى إقليم كردستان لأجل وضع حلول ناجعة لمشكلة المياه في العراق، وذلك بعد بدء موسم التصحر. لذلك استضفنا ضيوف من خبراء وأكاديميين من طهران، وأيضا ضيوف وأكاديميين من بغداد من محافظات، وأيضا وفد إقليم كردستان. فبالتالي تجد اليوم أصحاب المصلحة بمختلف اتجاهاتهم حاضرة في هذه الورش، ويناقشوها بعيد عن أجواء التشنج، من مفهوم تعاوني ومفهوم تنسيقي لعله يصلون إلى بعض التوصيات. هذه التوصيات تقدم إلى أصحاب القرار السياسي. سياسات الدول الإقليمية تؤثر على تفاقم الأزمة بشكل كبير، خاصة إذ لم تضع الحلول الحقيقية لأجل استمرار إنتاج المحاصيل الزراعية التي تأثرت بالجفاف، خصوصا في مناطق الوسط والجنوب. قامت هكذا فعالية خاصة في مشكلة كبيرة تواجه اليوم الحكومة العراقية والعالم أجمع، لا سيما أن العراق يقع في التسلسل الخامس عالميا بالتأثرات المناخية، وبالتالي قامت هكذا مؤتمرات أو ملتقيات تسهم في معالجة شح المياه، إلها راح يكون انعكاس كبير على معالجة هذه الظاهرة الكبيرة اللي عاني من عدها اليوم بلدنا العزيز. احنا اثبتنا ذلك بان في غالبية الموارد المائية، غالبية المصادر اللي عندنا هو يخدم في نهاية في مصلحة وسط وجنوب العراق. ربما يواجه العراق اكبر التحديات في شحة المياه بسبب السياسات المفروضة، خصوصا سدود الدول المجاورة والتي اثرت بشكل واضح على جفاف الأنهار وتراجع الزراعة. نحن من وزارة الخارجية الإيرانية جئنا هنا للمساعدة في حل الأزمة المائية بين البلدين وقضايا المياه ما بين البلدين، ونسعى لفهم التحديات بشكل أفضل. التغييرات المناخية في المنطقة أشار خبراء إلى أنها تعد السبب الأول في التأثير على مناسيب المياه. دخول أزمة المياه في الأوساط الأكاديمية ربما يمثل رسالة إلى الجهات الحكومية للنظر في مشكلة المياه في العراق بصورة أكثر جدية، عسى أن تجد حلول ناجعة لها.
تحسين الشيخ الرابعة، النجف الأشراف. إذن مشاهدين ملف المياه، نفتح نافذته مع الخبير المائي والزراعة السيد علاء البدران عبر خدمة سكايب من البصرة. أهلا بك سيد علاء في نشرة الأخبار. بداية نتحدث عن التقرير البيئي المشترك والتي أظهرت فيه الدراسات الحديثة أن شحة المياه هي أحد الدوافع الرئيسة للهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية، وأيضا جفاف أخذ ابتلاع الأراضي حتى وصل تأثيرها على مياه الشرب، وأيضا تسبب بنزوح العديد من المواطنين. نبدأ، كيف للعراق أن يوقف تمدد الجفاف لباقي أراضيه ويحافظ على ما تبقى من أراضي خصبة ووفرة مائية بسيطة؟ سيد علاء مساء الخير. لا بد من الحديث عن سبب هجرة أو استقرار السكان. من الأساس هو مياه الشرب. طيب. هذا لا يعني هذا الشيء منتهين منه، يعني لأنه أساس استقرار أي مكان أي مدينة هو الخدمات، ومن ضمن الخدمات هي المياه. مياه سيد علاء طيب سيد علاء البدران الخبير المائي والزراعي، سيد علاء البدران كنت معي مباشرة من البصرة عبر خدمة سكايب، وأنا أعتذر طبعا لعدم جودة الإرسال. شكرا لك سيد علاء. إذن مشاهدينا بالعودة مرة أخرى إلى ضيفنا الخبير المائي والزراعة السيد علاء البدران عبر خدمة سكايب من البصرة. أرحب بك مرة أخرى سيد علاء، وسألتك قبل قليل وربما كانت يعني جودة الإرسال غير واضحة، نتحدث عن التقرير البيئي المشترك والذي تحدث عن نزوح عائلات كثيرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وأيضا أظهرت الدراسات أن شحة المياه كانت هي أحد الدوافع الأساسية بهجرة السكان من مناطق إلى أخرى. نتحدث عن جفاف لنهر الفرات، وبداية السؤال يضعنا أمام تحدي كبير، كيف يمكن للعراق أن يوقف تمدد هذا الجفاف لباقي أراضيه، وكيف يمكنه الحفاظ على ما تبقى من أراضي خصبة سيد علاء؟ نعم، راح أعيد الكلام لأنه ربما حصل خلل فني بالإرسال. طيب. أعتقد أنه في عام 2015 يعني قبل تقريبا 7 أو 8 سنوات قدمت وزارة الموارد المائية خطة الاستراتيجية اسمتها خطة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق. طيب. تضمنت الخطة عدة محاور، وكانت تحذر من انه راح يعني تنخفض واردات العراق من المياه من جهه، من عبر نهري دجله والفرات وروافدهم. طيب. وثانيا كانت تحذر ايضا من حصول تغيرات مناخيه وشحه امطار ومتساقطات وغيرها، وبالتالي راح تقل
حصة العراق المائية بشكل حاد. هذا من جهة. من جهة أخرى حذرت أيضا من أنه راح تكون عندي زيادات سكانية، وزيادات السكانية أيضا أكيد هي تتطلب يعني مياه. هسه المياه مرة إحنا نحتاجها لأغراض يعني إنتاج الغذاء الطعام، مرة أخرى مثلا لأغراض تدخل في إنتاج الكهرباء في الصناعة في إلى آخره. إضافة إلى أنه الجزء القليل اللي هو تقريبا ما يتجاوز 7 و8% من المياه هي لأغراض الشرب وال يعني استخدام استخدامات البشري. استخدامات مدنية نعم. وبالتالي الخطة أيضا ضمنت عدة يعني حلول أو عدة محاور، منها أنه لابد يعني من الدخول سريعا في يعني في مشاريع الري المغلق. مشاريع الري المغلق انه يكون النقل المياه من الاحواض الانهر الى المزارع الى يعني استخدامات المياه لاغراض الزراعه. سيد علاء، نحن نتحدث عن خطه، هذه الخطه وضعت ورسمت بشكل دقيق لمعالجه الخلل الحاصل في السابق، انا اتحدث، ووضع اليات جديده بعيده المدى، اي بمعنى إدارة مخاطر المياه في حال لو حدثت. هل طبقت هذه الخطة؟ تم التعامل بها؟ نعم، للأسف أنه المستخدم الأكثر أو هو المستفيد الأكثر من المياه هي وزارة الزراعة. يفترض أنه وزارة الزراعة الآن قد نفذت على الأقل خلينا نقول 20 أو 30% من هذه الخطة. للأسف أنه لغاية الآن تنفيذها يعني بشكل يعني خجول، رغم انه الزراعه تستهلك اكثر من 80%، يعني ربما تكون شنو اكثر. شنو الاسباب برايك سيد على يعني هذا التنفيذ الخجول؟ الى ماذا تعود الاسباب؟ يعني هي الاسباب كثيره. اولا احنا يعني استخدامات القطاع الزراعي او انتاجيات القطاع الزراعي في العراق تخضع ل يعني محابات او يعني لاشخاص هم الان يديرون الزراعه، يعني مو الوزاره نفسها، انه المزارعين او الفلاحين، يعني هذول ما ملتزمين بما تطلب من عند الوزاره. هذه اولا. ثانيا، وزاره الزراعه لم تقدم تسهيلات ضمانات او تفرض على الاقل قيود على مثلا شراء المحاصيل الزراعيه. ربما انه اذا أنا قلت أنه مثلا فرضا أشتري من عندك طن الحنطة اللي أنت إذا زارعة بأرض مروية بوسائل ري بالرش راح أشتري فرضا بالمبلغ زائد 100,000، يعني فرضا مثلا نفرض أنه 500,000، أنا إذا أنت ريك بالرش راح أشتري ب600,000 للطن. طبعا هذا راح يغري المزارع أنه هاي 100,000 الزايدة راح يستخدمها أنه يشتري منظومة وراح يسدد بها يعني الديون او القرض، يسد قيمه القرض اللي راح يشتري به المنظومه. بالتالي انا راح استفيد مرتين، انا اولا شجعت، وثاني شيء المياه غاليه، المياه اغلى من ربما الان نقدر نعتبر اغلى حتى من استيراد الغذاء. واضح. لانه المياه في بعض المناطق من الصعب ايجادها، من الصعب انتاجها لاغراض الشرب. سيد علاء اتمنى الاختصار في الاجابه. في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، بلاد النهرين إلى أين يسير؟ يعني عندنا هي أكو حلول كثيرة. أولا منها أنه تقليص الزراعة إلى حجم يعني كبير، لأنه الآن فيما لا سمح الله لو فرضا صارت عندي مشكلة في توفير مياه الإسالة لأغراض الغسل والشرب، أكيد هنا المناطق راح تهاجر معناته راح تروح الى مناطق اخرى او مدن اخرى. وفي هذا الحال انه كل المدن الان راح تعاني من اختناق، خصوصا ما يخص اذا لابد ان تكون هناك عمليه ترشيد. بالضبط، ترشيد والحد مثلا من زراعه بعض المحاصيل المستهلكه للمياه، كون هذا الوضع الان وضع خطير. طيب، وحتى نعبر هاي الفتره بامان. سيد علاء، انا اشكرك الشكر الجزيل، الخبير المائي والزراعه سيد علاء البدران، كنت معي مباشره عبر خدمه سكايب من البصره، شكرا لك سيد علاء. اذا مشاهدينا، ختام النشره الى عناوينها. تظاهرات وقطع الطرق، سانت ليغو يعيد الاحتجاجات الى الشارع، والفتلاوي تطالب بقانون جديد للانتخابات.
مع استمرار اجتماعات بغداد وأربيل، السنة المالية تدخل شهرها الثالث والغموض يكتنف موعد إرسال الموازنة. سيد رئيس الوزراء إلى شركة أجنبية مختصة بتدقيق هذه الملفات. السودان يوكل ملف سرقة القرن لشركة أجنبية وانتقادات لاذعة تلاحق الكاظمي وفريقه الحكومي. الجفاف يبتلع دجلة والفرات، نزوح جماعي لسكان قرى عدد من المحافظات ومطالبات بتدويل قضية البيئة. إذن مشاهدين، هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة والرابعة. دائما تهتم بالاستماع لآرائكم. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع القناة، على الرابعة تي في، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تليجرام، تويتر، سناب شات، تيك توك. شكرا لكرم المتابعة وألقاكم على خير.